اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا حياتنا. النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا، احنا كلنا بنهتم بالتغذيه. النهارده هنتكلم عن التغذيه السليمه والتغذيه العلاجيه وطرق الوقايه من الاصابه من الامراض عن طريق التغذيه السليمه، وكل ده هنعرفه مع ضيفتنا اللي منورانا في قناه الصحه والجمال، الدكتوره ايمان عبد الله، اخصائي التغذيه وسلامه الغذاء. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، منوره الدنيا كلها. ده نور حضرتك. دكتور، احنا النهارده هنتكلم عن التغذيه. تمام. احنا عايزين نعرف الساده المشاهدين ايه هي التغذيه وايه التغذيه السليمه اللي احنا نقدر نحافظ على صحتنا او نعمل لحياتنا لايف ستايل. تمام. التغذيه باختصار شديد او الغذاء هو كل ما بيدخل جسم الانسان ويغذيه، يعني فبالتالي كل غذاء طعام وليس كل طعام غذاء. تمام. بمعنى ان في اطعمه كتير جدا او في اغذيه كتير جدا احنا بنتناولها، وحاليا كمان مع رتم الحياه اللي بقى سريع جدا بالظبط. والامراض المنتشره بسبب الوجبات السريعه والاديتيفز او الاضافات الكتير اللي بقت بتتحط على المواد الغذائيه اثناء تصنيعها، ده بيخليها ما بتغذيش الانسان، بالعكس دي مش بتغذيه خالص، هي بتعمل درجه امتلاء معينه بتشبعه لفتره معينه ثم بيرجع يجوع بتظهر بعد تاني. كده، او بعد كده كمان بيظهر اضرارها بعدين. وما فيهاش فالتغذيه فيتامين كمان يا دكتور، لا يعني نسبة الفيتامين بتبقى ضعيفة جدا. لا لا خالص للاسف، لان في بعض المنتجات حاليا بتبقى فورتيفايد او يعني مدعمه بفيتامين د، بفيتامين اي مثلا او ايه، الحاجات دي بتبقى غالبا للاطفال او للحوامل او للناس اللي عندها نقص في الفيتامينات دي، فبقوا تمام. بيدعموها بالحاجات دي، لكن ده مش النوع اللي انا بقصده من الاضافات. النوع اللي بقصده من الاضافات هو الاضافات اللي بتبقى ليها غرض تجاري، تمام. الحاجات المصنعه اللي هي بتبقى صناعيه، مش جايه من الطبيعه، مش أكيد. مصادر عضويه ولا مصادر طبيعيه اطلاقا، دي بتبقى من صنع الانسان، فغالبا بيكون ليها اضرار على اللونج ران او على المدى البعيد أكيد. على الصحه، فبالتالي التغذيه هو كل ما يغذي الانسان من طعام وشراب. طيب دكتور، احنا عايزين نتكلم عن التغذية السليمة بالنسبة لكل لمختلف الأعمار، يعني من بداية من الأطفال تمام. حتى متوسط العمر حتى الناس الكبيرة. والله التغذية بتبدأ من عمر الجنين، يعني الطفل في بطن أمه لو هي بتتغذى تغذية سليمة هيطلع طفل سليم ومعافى وما فيهوش أي أمراض إن شاء الله، اللهم إلا في أي حاجة وراثية، فإحنا برضو بنتوخى الحذر أثناء الحمل عشان يجي طفل معافى بإذن الله. إن شاء الله. فأول 6 شهور من عمر الطفل لو نزل تمام وكويس وصحته كويسة، بيعتمد أول 6 شهور على لبن الأم، لأن تمام. بيكون جهازه الهضمي مش مكتمل، وبيكون يعني ما فيش الإنزيمات وجهاز الهضمية، المناعة بتاعه كمان ده بيبقى لسه المناعة دي مش معانا لحد 5 سنين، أكيد. إنما جهاز الهضمي ممكن يبقى في تمام اكتماله عند عمر 3 سنين. فعشان كده دايما بنقول يا جماعة حرصا على صحتهم، خلوهم يرضعوا لحد 6 شهور عشان ما تثقلوش على على الأقل يا جهازهم دكتور الهضمي. سنة، ده كان زمان بيقولوا يعني سنتين، اه دلوقتي هنقول مع التطور بقى وإن الست خايفة على صحتها وبتاع وكده، طب نخليها حتى سنة، يعني المينيمم سنة. تمام. اه بس يعني نبتدي ندخل الاكل من أكيد، ما ست احنا شهور هندخل الأكل بس هي ياخد الرضاعة اه بتاعته طبعا كافية طبعا طبعا على مدار سنة مع الأكل الطبيعي اللي هو اللي في البيت بالظبط. المغذي، بلاش الحاجات بقى المعلبات والحاجات اللي دي برضو كلها برضو ما فيهاش اي ده فيتامين بالتأكيد، للطفل. ده بالظبط. بالتأكيد، هو بس كل الفكرة انه في ناس بتفتكر انه صحة ليه والافضل ليه ان هو يبقى طفل يعني مقلبص كده ووزنه حلو وهو صغير وعنده بالظبط، 6 شهور ما هي كل الامهات يبتدوا كده. ياكل، ياكل من 3 شهور و4 شهور، ده بيبقى فيه ثقل كبير جدا على جهازه الهضمي، في حاجات كتير، في اطفال بتبقى كمان معرضة لانيميا تكسيرية، الانيميا دي هي طبعا ليها بعد وراثي، لكن بتبقى فيه استعداد لاطفال كتير يجي لها الانيميا دي انهم بياخدوا البقول قبل سن سنة، وده خطير جدا للاطفال دي. ده غلط. فعشان كده بنقول البقوليات، منتجات الالبان، الحاجات دي كلها بعد سن سنه، ويفضل كمان سنه و4 شهور، سنه ونص، نبتدي بقى بنبتدي ندخل ايه للطفل عند عمر 6 شهور، بنبدا بالخضار. الخضروات بالظبط، بنبدا المسلوق يا بالخضروات. دكتور، ولا ان هو ممكن ياكل الخضار اللي احنا بناكله لا لا العادي؟ لا. المهروس غالبا ما بيكونش سنن، ما بيكونش عنده ضروس تقدر ان هي تمضغ تمام. الاكل، فبنعتمد على الخضروات البسيطه، وبنبتدي بنوع واحد، والنوع الواحد نستمر عليه 3 ايام. ليه؟ علشان نطمن ان هو ما عملوش اي حساسيه، اي اسهال، اي خوفا لاي مشكله في اصابه من الهضم. التلبك المعوي وسوء الهضم بالظبط والحاجات دي. بالظبط، خصوصا كمان ان بيكون في لخبطه في الفتره دي، حتى الطفل دايما يقولوا عليه طير اخرس، ما تقوليش طرافي، هو ماله اي، بالظبط، ما هو مش ما بتعالجي بنبقاش كده عارفين احنا هو عنده بالويم؟ ايه بالظبط. بالظبط. فالفكره كلها ان انا اتوخى الحذر من حاجه زي دي، علشان ممكن دبانه مثلا وقفت على الببرونه ولا حاجه، فعملت له اسهال، عملت له مغص، عملت له اكيد مشاكل، اكيد. ما لومش بقى على الخضار. طب اديته شوربه خضار كامله،
حصل له مشكله هضميه، طب انهي نوع خضار اللي تعبه؟ ما انا مش عايزه اضطر ان انا امنع شوربه الخضار كلها. يعني هي تجرب كل نوع لوحده وبعدين بالزبط. تجرب تدي له شوربه الخضار بالزبط. مع بعض. دي سياسه متعارف عليها دوليا، حتى اسمها الفود تشالنج، دي معتمده برضو من منظمه الصحه العالميه، بتشجع الفكره دي او المنهج ده. بتقول ان احنا بنبدا بالخضار علشان اليافه بسيطه ما فيهوش سكريات ممكن تعمل له مشاكل في الهضم، لان برضو زي ما قلنا جهاز الهضم لسه مش مكتمل، انزيمات الهضمه ما بتفرزش بشكل كامل واضرارها بسيطه. بالظبط. بنخلص بقى الخضروات، بنكون تقريبا دخلنا على 8 شهور او حاجه، بنطمن على انواع الخضروات كلها انها تمام وكويسه، وعرفنا اللي بيضر او اللي بيتعبه في معدته واستبعدناه لفتره، ونرجع نجربه تاني بعد اسبوع. تمام. يعني مش بنستبعده تماما، لا احنا بنبعد شويه ونرجع نجربه تاني. هو بالظبط، هو عشان كده اسمه فود تشالنج، ان انا بجرب بس بدي هدنه لجسمه. بالظبط. تمام. بعد كده بخش على الفواكه اللي اقدر ان انا اهرسها، يعني في مكان حاليا بيهرس التفاح مع رشه قرفه بسيطه، دي بتبقى كويسه جدا وبتحسن برضو من جهاز المناعه وبتحلي طعم التفاح شويه لو هو حتى مش مسكر قوي، فتحله له شويه حقيقي، لان سلق كمان التفاح او كده بيفقده شويه من السكريات بتاعته. وطبعا بنتخلص من القشره وكل الكلام ده. بعد كده الجوافه بنهرسها، يعني مقدار معلقتين بس. الجوافه يا دكتور مش بتعمل امساك؟ لا بتعمل امساك للكبير. اه ممكن. لا يعني احنا بنتخلص من القشره والبذر، وبناخد الجزء الرطب، ويا ريت تكون يعني ثمره رطبه يعني مش ناشفه ناضجه بالكامل يعني مستويه. والموز كمان. والحاجات دي كلها بنجربها وبنمشي عليها واحده واحده لحد ما نطمن على كل المأكولات. بعد كده بقى لما بيتم سنه 12 شهر بنبتدي بقى ندخل له الاكل بتاعنا، الرز بلبن مثلا، الحاجات البسيطه بقى اللي احنا يعني ما ناكلش الزبادي والرز بلبن الا بعد سنه. هو يفضل ان المنتجات الالبان والحاجات دي ان هي تبقى بعد سن سنه. والبقوليات كمان ما تعملوش عفونه في المعده وكده، فنحافظ عليها. ده سبب. وحاجه كمان ان هو زي الفكره برضو زي اللحوم كده كمان. هو الانزيمات الهاضمه البروتينات بتاعت اللحوم الحيوانيه دي بتبقى صعبه قوي في الهضم، محتاجه يعني اطول حاجه كمان بتاخد وقت في الهضم عندنا، محتاجه يعني انزيمات معينه. بالظبط. فعشان كده مش لازم ان احنا نثقل عليه، لان هو ما عندوش الانزيم ده بشكل كافي. هي في امهات بتبقى حابه ان ابنها فعلا يبقى مكلبس، فيتم الثلاث اربع شهور تدخله السريلاك. أيوة. وبعدين تدخله الزبادي والالبان، وبعدين تدخله بقى اللي تقول له طب ههرس له حته لحمه، طب هعمل مش عارف ايه. بالزبط. لكن ده طلع في الاخر ده خاسس بالظبط، صغير قوي وسط فطلع ان دي كل دي اضرار اصلا بتضر الطفل. اضرار ممكن ندفع ثمنها بعد كده يعني. في بعض الابحاث والدراسات اتكلمت في الموضوع ده وقالت ان منتجات الالبان بالذات قبل سن سنه او قبل يعني 12 شهر او كمان 18 شهر ساعات يعني سنه ونص، ده ممكن يعمل لزوجه على الصدر، يعني ممكن يعمل له نوع من انواع الحساسيه. بتظهر امتى؟ بتظهر بقى بعد ما بنكون خلاص في نضج الجهاز الهضمي، يعني عايزين خلاص في تمام النضج، بتدي بقى تظهر عليه اعراض غريبه. ومعظم الامراض اللي مش معروف لها سبب على فكره، في ابحاث كتير قوي بترجح انه السبب الرئيسي فيها هو دخول الاكل، وان احنا بنتقل على الجسم قوي اكيد في وقت بدري جدا. ما ينفعش، ما يسمحلوش بهضم المكونات الغذائيه دي. تمام. طب دكتور بالنسبه لاستخدام العسل النحلي للاطفال، لا ده خطير في بعض الاطعمه. يعني مثلا في الفاكهه، يعني مثلا في ناس بتحط عسل نحن على التفاح علشان الولد ياكله. تمام. فهل على السيريلاك مثلا؟ لا احنا نحاول بقى على قد ما نقدر ان احنا يعني ناخد بالنا من النقطه دي كويس قوي. يعني العسل ما يبقاش كتير وما يبقاش كل يوم، ولو هنحلي بيه يبقى كميه بسيطه جدا جدا، ويفضل برده ما يبقاش قبل سن سنه. ليه؟ لان احنا كمان بنخاف من بكتيريا، بكتيريا اسمها الكوليستريديوم. البكتيريا دي غالبا بتعمل شلل على فكره، يعني مش هينه اطلاقا. فاكره برضه الكوليستريديوم بوتيرينيوم دي والكوليستريديوم بريفرنجز، ده اتكلمنا عنها في الفسيخ. البكتيريا اللي بتنشط في الفسيخ وبتعمل شلل طرفي وبتعمل مشاكل في فشل في القلب احيانا، فلا يعني بلاش، لازم يجي من مصدر موثوق منه ده اولا. ثانيا يعني ما بنوصيش خالص بالاكثار منه يعني. طب دكتور ندخل المرحله اللي بعد الطفوله، ندخل على المرحله اللي هي الوسط. تمام. مرحله البري سكول. بالظبط. مرحله بقى السكول والاكل اللي هو ما بيتاكلش في البيت، وبنيجي نوديه للمدرسه ما يتاكلش في المدرسه، وبياكلوا بقى الحاجات اللي هي الفاست فود. يفضل جدا لو احنا عندنا اطفال من في المرحله العمريه دي ان احنا نبدا معاهم ثقافه التنوع من السن ده، عشان تكمل معاهم لحد ما يكبروا. دايما بنقول التنوع ثم التنوع ثم التنوع، لان هو خلاص حاليا في فتره نمو جسمه، اجهزه مختلفه، عمليات حيويه مختلفه. الاختلاف والتنوع في العمليات الحيويه دي بيقابلوا الناحيه الثانيه اختلاف وتنوع في الغذاء برضو. كل غذاء
ده مركبات كيميائية، الجسم بيفهمها على ان هي مركبات كيميائية، بيفضل يفك فيها ويكسر فيها لحد ما يوصل لابسط صورة. كل مكون من المكونات اللي اتفكت دي بتروح تعمل دور معين لعضو معين او لعملية حيوية معينة. بالظبط. بنهتم جدا بجهاز المناعة في الفترة دي، علشان مرحلة دخول المدارس لازم يكون عنده مناعة قوية جدا، نهتم بفيتامين سي، الجوافة، الحمضيات، الفلفل الرومي والفلفل الالوان مصادر ممتازة بفيتامين سي. تمام. نهتم بفيتامين د، نعرضه للشمس في اوقات مناسبه. تمام. تمام. قبل الساعه 12 وبعد الساعه 4 او 5. نهتم جدا بمنتجات الالبان والزبادي واللبن والجبن، الجبن الجافه كمان. دي حاجات كويسه جدا وبدائل كويسه قوي. نهتم بالبروتينات علشان يبني جسمه في مرحله بناء انسجه. نهتم بالبروتين ونحاول نقسم ما بين البروتين الحيواني والنباتي، نعودهم على طرق مختلفه من البيض، طهي البيض سواء كان مسلوق او اومليت او الحاجات دي. بس يا ريت يعني الحته دي هتاخدنا نقطه مهمه قوي، وهي طهي البيض لحد ما يبقى في تمام اكتمال النضج. يعني في ناس بتاخده اليولك او النص اللي هو نص سوا، لا ده للاسف بيبقى خطير جدا، لان احنا بنخاف من السالمونيلا. دكتور هنقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. فاصل واستنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامجنا وفقرات برنامجنا وحوار برنامجنا مع دكتورة إيمان عبد الله. دكتور احنا قبل الفاصل وقفنا عن التغذية لمرحلة الطفولة البري سكول. بالظبط كده. عايزين ننتقل بقى لمرحلة كبار السن في التغذية. تمام. هنقول هنفترض كبار السن خلينا في المراهقة خلينا في المراهقة وبعدين ندخل لكبار السن حتى نتكلم عن ان هم لو عندهم مصابين بمرض السكر. يعني طبيعي ان الناس الكبيرة في السن دايما، يعني هنقول 80% عندهم مصابين بمرض السكر، فطبيعي ان هو التغذية عندهم بتبقى ضعيفة شوية او ما بيعرفوش ياكلوا ازاي وياكلوا ايه الصح وايه الغلط اللي هو ممكن يضرهم وممكن يفيدهم. صحيح. فنبدا بسن المراهقه وبعدين نكمل. تمام. او سن المراهقه ده سن بيبقى مؤرق جدا، لان جداً. ساعتها ال صحيح والله. يعني ساعتها الـ الكائن ده لا هو بيبقى طفل ولا هو بيبقى حد خالص. راشد وكبير ورافض يعني اكل البيت. بالظبط. فهو يعني لا كمان هي الثقافه السائده للفئه العمريه دي الحقيقه. بس زي ما قلنا لو هو كبر على ثقافه التنوع وان هو بياخد الحاجه في ابسط صوره ليها، يعني ايه؟ يعني كل ما كانت اقرب بصورتها في الطبيعه، خاليه من المصنعات، خاليه من المواد الحافظه، من الاضافات. وكمان السن ده بيبقى فيه خروج كتير، سواء كان تمرين، جامعه، بالزبط. دروس. بالظبط. خارج مع اصحابه. كل ما بنخرج لازم هناكل فين؟ يعني لما بنخرج طب هناكل فين؟ فدايما الاكل بيبقى اوبشن، بيبقى بره البيت احيانا واحيانا كتير كمان. عدد ساعات الوجود بره البيت بتبقى اكتر. فبنلجا لاوبشنز من بره البيت كتير. كل الحكايه، كل المطلوب ان هو يبقى عارف كويس قوي ازاي يتحكم في الكميه بتاعته، يعني ازاي يقدر يتحكم في الاكل حتى اللي من بره. كلنا حاليا ساعات بتتحط في ظروف بتخلينا ناكل من بره. اكيد. رتم الحياه بقى سريع جدا، والعيله الواحده افراد الاسره صعب ان هي تتجمع على 3 وجبات في اليوم. بالظبط. يعني لو اتجمعوا على وجبه واحده دي حاجه كويسه جدا. حاجه كويسه جدا. فقدر الامكان انك مثلا تاخد لو هتخرج تاكل بره، خد معاك حصه مثلا خضار او كلها حتى في البيت، طبق سلطه او حاجه، هيعمل لك درجه من الامتلاء عاليه جدا. شويه شوفان باللبن مع زبيب كويس جدا. فبالتالي الخروج ما اصبحش مشكله، لان انا حددت الكميه اللي هقدر اكلها هتبقى حاجه بسيطه جدا، ونبعد عن الحاجات اللي فيها زيوت مهدرجه كتير او زيوت مشبعه كتير. تمام. انا معاك يا دكتور. بس ده احنا مش هنقدر نطبقه على سن المراهقه. لكن ممكن اطبقه على مثلا الست السيده اللي بتنزل شغلها او الراجل اللي بينزل شغله. ممكن ان هو هياخد الصبح الشوفان وهياخد السلط بتاعته وهيرجع يتغدى مع اولاده او هتتغدى مع اولادها. لكن كسن مراهقه هيقول لك انا لسه هاخد معايا، طب انا هاكل سلطه بره. طب انا وبعدين طبيعي في السن ده ان كل الاطفال، مش هقول عليهم اطفال يعني هم ولا اطفال ولا كبار، هقول ان هم ما بيتحكموش في الاكل، فطبيعي ان هم بيصابوا بالسمنه. تمام. يعني 70-80% بيصابوا بالسمنه لان الحركه مش كتير. وتاني حاجه يعني بياكلوا اكل كله فاست فود، ما فيش اي حاجه فيها فيتامين غير ان هو بيملى الجسم وخلاص على كده. حقيقي. فانا مش هعرف يعني انا مثلا انا مش هعرف اتحكم في الحته دي. ايه اللي ممكن ننصح بيه كل ام عندها ولد او بنت في سن مراهقه في حته التغذيه دي؟ هل فطار الصبح
ولا العشاء بالليل هو ده اللي ممكن نقدر نتحكم فيه. لكن ممكن يعني وجبه الغداء دي ممكن ما يتجمعوش، او ممكن يتجمعوا الغداء ما يتجمعوش العشاء. تمام. فهل ايه النصيحه اللي احنا ممكن نقدر ان احنا نسيطر عليهم على قدر الامكان؟ يعني انها تحاول قدر الامكان ان هي تخلي معظم وجبات البيت تبقى من البيت. يعني ما ينفعش ينزل من غير فطار، طب ما هو هيلجا لحاجات بالزبط. خاليه من المغذيات تماما، بسكوتات بقى والشيبسيهات بانواعها وكل الحاجات دي والمياه الغازيه والكلام ده كله هيعمل له ضعف. وفي الاول وفي الاخر معلش هي بتبقى ثقافه. يعني بصي يا مدام شيرين، هي بتبقى ثقافه، هو ثقافه وتعود بالظبط، وبيرجع للام إيه؟ برضو حقيقي. يعني مثلا في حمله توعيه بسيطه كده اسمها، دي هنتكلم عليها. يعني في حمله توعيه بسيطه ومن قبل كده كمان، يعني موضوع التوعيه ده مستمر بمسميات مختلفه او بمناسبات مختلفه. كل الفكره بتاعته ان هو يشجع على الثقافه دي. انه بصوا يا جماعه، في امراض قصيره المدى وامراض طويله المدى. في ناس كتير جدا في عمر ال 30 وال 40 بيترددوا على مستشفيات كتير وبيعانوا من امراض مزمنه. بالظبط. من ناحيه تانية في حاجه بتحصل بره مصر او يعني في المجتمعات الاوروبيه واحنا بنبص لها على ان هي معجزه الهيه. ناس في عمر ال 60 وال 70 وما فوق وبيمارسوا رياضه المشي والجري والسباحه ومنهم البوكسنج وحاجات والتنس، وصحتهم كويسه جدا. ده ان دل على شيء، دل على ايه؟ دل على ان دول لبوا احتياجات جسمهم في المراحل العمريه المختلفه بشكل مظبوط، ودول لا، ببساطه شديده جدا هم عملوا اساس. خايف على نفسك بالظبط، حتى انا بحاول اطلع طفل رياضي عشان يبقى مراهق رياضي، علشان يبقى راجل رياضي، عشان يبقى اب رياضي ويربي ولاده برده على نفس الفكره. صح. لكن انا اقدر اعمل ايه كأم؟ الحق نفسي حاليا ان انا ابتدي اوعيه، اقول له ان ده هيضر جسمه، ان دي حاجات مش هتبان عليه حاليا لكن هتبان عليه على المدى البعيد. عند سن ال 30، بعد سن ال 30 مع التغيرات الهرمونيه، بعد سن ال 30 زي ما قلنا في حاجات كتير بتبتدي انها تتدهور والجسم ما يقدرش يعوضها تاني. طيب اعمل ايه؟ احاول ان انا اضحك عليه، يعني اعوده على الفطار في البيت، اكسر الروتين. كسر الروتين ده مهم جدا. حتى دايما بقول للناس كلها، بصوا يا جماعه احنا عاملين زي المطاعم. احنا كل واحد فينا عنده منيو جواه، بيختار منه الايتمز او المواد الغذائيه اللي هو حاببها النهارده او اللي بكره او بعده، وما بيخرجش عنها خالص. ما عندناش اي استعداد ان احنا نجرب اي حاجه جديده سواء كانت مفيده او مضره. يعني اكيد صح. انا مش عايزه اكسر الروتين باي شكل. والحقيقه دي حاجه في الامهات مزعجه جدا. ايوه دي موجوده في كل بيت. انا كأم عايزه ما ابقاش كده. يعني حتى دايما اطلع اقول لهم والله انا جربت النهارده مربى جديده بالمش عارف بالايه مع الايه، فحلوه قوي. هم حافظين حاجه معينه بالزبط. مش عايزين يغيروها. يا المكرونه يا بشاميل يا بصلصه، خلاص مفيش اي تجديد. لا، وفي منها الوايت صوص دي كمان دخلت جديده. يعني طب ابتدي ادخل الزيتون الاخضر، ابتدي اعمل انواع سلطات مختلفه، سلطه البطاطس اللي بالمايونيز وسلطه الزبادي بالخيار، واحط عليها معلقه زيت زيتون. ثبتي زيت الزيتون كل يوم معلقتين ثلاثه ليكي وللاسره كلها. صح. هيحسوا بمنافع كتيره جدا وبفوائد كتيره جدا في حياتهم. هيحس ان تركيزه والتوم افضل. كمان التوم، الاكل بالتوم كمان مغذي صحيا. حاجات كتيره جدا مهدور حقها. النباتات الطبيه والعطريه كلها تقريبا بلا استثناء مهدور حقها جدا. القرفه، الزنجبيل، النعناع، اليانسون، الحاجات دي كلها، الروزماري، اكليل الجبل، في التتبيلات وفي الاكل وحاجات وهو فريش، في حاجات كتيره جدا مهدور حقها الحقيقه. فاحنا لو دخلنا مواد غذائيه كتير وكسرنا الروتين وشفنا وصفه جديده وجربناها، الولاد مش هيزهقوا وهيبطلوا كمان يطلبوا اكل من بره. فهي كمان شيء محزن جدا ان احنا بنعود ولادنا ان احنا لما نيجي نخرج ونفسحهم ونبقى مبسوطين هنتغدى بره. أيوة. فدي بقت رفاهيه. طبعا ده اليوم الخروج العالمي. انا معوده ولادي انه دي حاجه ماساه، يعني لا دي مش حاجه حلوه، عايزين ايه وانا هعملها لكم في البيت. صح. وبطرق جديده. لو عندك اطفال لسه صغيرين، لو عندك اطفال لسه صغيرين مش عايزين ياكلوا اكله معينه، دخليهم معاكي المطبخ، خليهم يشتركوا في تحضير الاكل. الطفل لما بيحس ان هو عمل حاجه بنفسه بياكلها حتى لو كانت وحشه على فكره. طبعا ان انا عملت فيها افورت فانا لازم احترم الافورت ده. طيب فدي كلها حلول يعني بتجيب نتيجه ما شاء الله. هي يعني اهم حاجه ان احنا بنتكلم عن المطبخ. تمام. ومعانا فقره مطبخ دلوقتي. تمام. احنا هنطلع فاصل ومعانا فقره مطبخ، ما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرات برنامج حياتنا، ولسه معايا ضيفتي اللي منورانا من الفقره الاولى دكتوره ايمان عبد الله، وانضمت لينا الشيف دينا الهادي اللي النهارده هتعمل لنا اكلات يعني هنقول انها تبع التغذيه السليمه، ونرحب بيها. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي بقى يا دينا، انا شايفه حاجات كده، احنا جعانين عموما يعني.
انت اشتغلتي قبل كده؟ يعني دي هوايه ولا انت اتعلمتي؟ لا دي هوايه عندي، انا اصلا بحب الطبخ وبحب اجدد في الاكلات، يعني ما بحبش الاكلات التقليديه، فدي هوايه سبحان الله من عند الله. يعني دي هوايه عندك؟ اه يعني من صغرك وانت بتحبي الاكل، ان انت تخشي ايوه. المطبخ وتعملي اكل وكده؟ لا مش من صغري، هو بصراحه من بعد ايوه. ما اتغربت مع جوزي في السعوديه، فمن بعدها بقى وانا بدات اعتمد على نفسي، ما كانش جنبي ماما ولا اي حد، فسبحان الله يعني. يعني دي هواية عندك. اه طيب انت اشتغلتي قبل كده؟ عملتي حلقات؟ هل عندك صفحة على الفيسبوك، على السوشيال ميديا؟ يعني اي كلميني عن نفسك شوية. دي انا عندي صفحة، انا عندي قناة على اليوتيوب اسمها قناة ماما بشاميل دودي كيتشن، هي قناة لسه بادئة فيها بقالي 6 شهور بالظبط، بس الحمد لله يعني بقدم فيها برضو وصفات جديدة، بس لسه بقى محتاجين كده دعم ان شاء الله، ان شاء ربنا الله. يسهل طب دينا انت هتعملي لنا ايه النهارده؟ ان انا شاء شايفه الله. حاجات جميله كده. ان شاء الله بامر الله هنعمل خلية نحل وهنعمل نجرسكو. طيب هنبدا بايه الاول؟ خلية النحل عشان العجين محتاج ان هو يخمر. طيب المكونات بقى خلية النحل، وانا للساده معايا المشاهدين نص كيلو من الدقيق، ومعايا كوباية من الحليب، ومعلقة من الزبادي وبضاية، ومعايا جبن مثلثات اي نوع بيفضلوه، ومعايا معلقة من السكر، ومعلقة من الملح، وربع كوباية من الزيت، ومعايا بس ده في الآخر خالص السمسم وحبة البركة، حبة البركة. اه وعسل النحل. طيب نبدأ؟ نبدأ إن شاء الله. دكتور احنا كنا بنتكلم لسه حالا كنا بنتكلم عن التنوع وكسر الروتين بالظبط اللي بالظبط بدأت بيه موهبتها، اكتشفت موهبة. بالظبط، يعني صحيح هي اكتشفت موهبتها في الطهي، عشان طبعا يعني خلاص الستات بيحبوا الأكل طبعا. اه أكيد. فاحنا عايزين نتكلم عن فوائد السمسم وحبه البركه. والله فوائد السمسم وحبه البركه يعني فوائد لا تعد، ممكن نتكلم عنها يعني في 10 حلقات بدون مبالغه. اول حاجه ان السمسم ده كويس جدا، مصدر ممتاز للكالسيوم. ال 100 جرام ال 100 جرام اللي ممكن مثلا نحطهم في وصفه واحده او نقسمهم مثلا على وصفتين، انا بتكلم عن السمسم كسمسم وكطحينه كمان. بالظبط تمام. اه يعني هو بيستخدم كذا حاجه. بالظبط بالظبط. هو ال 100 جرام فيهم تقريبا 920 او 930 ملي جرام من الكالسيوم، اللي هو تقريبا ما يقرب من احتياجات الجسم كلها من الكالسيوم في اليوم. تمام. ممتاز جدا للناس النباتيه اللي ما بياكلوش لبن وما بياخدوش بيض وما بياكلوش جبن، الناس اللي هم الفيجنز اللي بيقولوا ان هم ما يعني بياخدوش بيعوضهم اي عن الالبان والبيض. بالظبط. ممتاز ممتاز. حتى كمان يعني الـ البروتين اللي ناقص في الفول موجود في السمسم، والناقص في السمسم موجود في الفول، فعشان كده الفول بطحينه يعتبر وجبه متكامله لحد نباتي في طبعا الصبح مثلا. طبعا. بالظبط. العسل والطحينه برضو حاجات متكامله، حتى في دراسات اسباب يعني طلعت شائعه بتقول انه الحديد اللي موجود في العسل والكالسيوم اللي موجود في الطحينه ما ينفعوش مع بعض ومضر بالصحه، لكن المجله الدوليه للتغذيه ومنظمات كتير دوليه وكامبريدج وستانفورد واماكن كتير قوي طلعت ببيان نفت الكلام ده تماما، وقالت انه لا، العادات الغذائيه بتاعتنا القديمه باضافه بعض المكونات على بعضها بتكمل البروتينات وتخليها بروتين كامل وبتبقى مفيده جدا للصحه. يعني دي بتعتبر تغذيه سليمه يا دكتور. بالظبط. واساس اصلا. اه اساسي. ده يعني وعادة ده اساس كمان البنيه بتاعه الانسان. حقيقي حقيقي. صح كده؟ اه وسبحان الله الـ مثلا حد عنده يوريك اسيد عالي، مش نباتي عشان خاطر هو غصب يعني هو غصب عنه لازم يبقى نباتي لفتره عشان يظبط النسب بتاعت جسمه، ممكن يتحول مثلا 2 أو 3 أسبوع يبقى نباتي، فيبقى برضو عنده البدائل الصحية في المصادر النباتية اللي تلبي احتياجات جسمه برضو. نيجي لحبة البركة بمناسبة المناعة اللي اتكلمنا عنها، جهاز معلقة المناعة. عسل أبيض على معلقة حبة بركة مطحونة أو صحيحة للكبار، دي بتقوي جهاز المناعة جدا وبتعزز من جهاز المناعة جدا، وبنوصي بيها دايما مع الفلفل الألوان والحاجات اللي قلنا يعني عليها. يعني دي دكتور ممكن يعني دي بتتاخد على الريق ولا في أي وقت؟ اه على الريق مفيش منها مشكلة خالص. الأطفال بقى تحت سن سنة زي ما قلنا العسل بلاش، بلاش العسل عشان نوع البكتيريا ده أبقى خطير جدا ليه، جسمه مش في حالة صحية كافية ان هو ياخد العسل بنسبة كبيرة. بالظبط. حبة البركة ممتازة جدا للستات، بس يعني لازم نعتدل فيها شوية، ناخدها بس بكمية مناسبة بعد سن ال50 في فترة المينوبوز، يعني فترة انقطاع الدورة الشهرية بتبقى ممتازة جدا وحلوة قوي مع السمسم ومع العسل والذرة كمان عشان الاستروجين والصويا والحاجات دي كلها.
طب دكتور احنا شايفين دينا بتعمل لنا خلية النحل، فهي بتعجن. ايوه انت بتعجني العجينة صح؟ اه. طب هي بتاخد وقت قد ايه عشان تتخمر؟ هي بتاخد في الشتاء المفروض نص ساعة، لكن في الصيف ربع ساعة 10 دقايق علشان الجو. اه صح كده؟ اه. طب دي فايدتها ايه يا دكتور الاكلة دي؟ هي مليانة طبعا عناصر، يعني فيتامينز، يعني انا شايفة نشويات يعني احنا ممكن لو خايفين من ان يعني مستوى السكر يعلى شويه في الدم، لان ده دقيق ابيض، احنا ممكن نستبدله بحاجه فيها الياف شويه، ممكن نستخدمه مثلا نستبدله بالدقيق الاسمر لو امكن. معرفش شيف دينا جربتها ولا لا؟ في ايوه في الدقيق اللي هو الدقيق القمح الكامل. ايوه اللي هو بيسموه في اللي هو بالظبط كده مظبوط. ممكن نستبدلها، تبقى وصفه صحيه جدا غنيه بالالياف، تشبع اكتر زي ما بس قلنا. بيفرق في الطعم يا دكتور، اكيد يا دينا بيفرق في الطعم. أوه. الفرق الدقيق الابيض عن الدقيق اللي هو الاصفر. بيبقى تعود على صح؟ فكره. اه تعود، وكمان احنا عندنا يعني اللبن هيكسر شويه من حده الالياف اللي موجوده في في الدقيق ده، عندنا حبه البركه، عندنا السمسم، العسل كمان كافي جدا ان هو يعدل الطعم. اه طب فهي لا فيها فوائد كتيره وحلوه جدا. ممكن لو في حد عنده حساسيه من بروتين اللبن. بالظبط، في ناس عندها حساسيه من الالبان يا دكتور. اه بالظبط، في ناس عندها الحساسيه حاجه وعدم القدره على التحمل حاجه ثانيه. في فرق ما بين البروتين الرجي اللي هي حساسيه البروتين اللبن والبروتين البقري كمان اسمها CMPA كاو ميلك بروتين الرجي، وعدم القدره على التحمل اللي هو لاكتوز انتولرنس، انا مش قادر اهضم السكر بتاع اللبن اللي هو اسمه لاكتوز. صح تمام، ده لان هو بتركيبه مختلف شويه، بيحتاج يعني حاجه انزيم معين يكسر الرابطه بتاعته عشان يتهضم. لو ناس عندها حساسيه من الـ البروتين بتاع اللبن، ممكن تستبدله بلبن لوز، الالمند ميلك، او لبن أو اللبن الدايت ممكن، يعني ما يبقاش هو لا يزال لبن. لبن انا مش خايفه من الدهون، انا خايفه من احنا المشكله اللبن. مش في الدهون يا دكتور، لا 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 خالص خالص، بالعكس ده بروتين، ده الدهون اللبن يعني ابسط سلسله دهون ممكن تتفك في الجسم كله، 4 ذرات كربون، يعني هو سلسله بسيطه جدا. الفكره كلها ان بعض الناس بيبقى عندها حساسيه من سكر اللبن، سوري ما تقدرش تهضم سكر اللبن، وناس ثانيه عندها حساسيه، دول نوع ودول نوع، دي مشكله هضم ودي مشكله مناعه. حساسيه وغالبا بتبقى اطفال لحد سن 5 سنين، في منهم اللي بيخفوا منهم لا. طب بس هي وصفه مغذيه جدا يعني ما شاء الله. نعم ايه يعني هناكل حاجه حلوه النهارده يا دينا؟ اه ان شاء الله والله ان شاء الله تعجبكم. طيب قولي لي عملتي ايه تاني يا دينا؟ يعني ايه الاكلات اللي انت عملتيها وحاسه ان انت يعني ابدعتي فيها او اتشهرتي بيها او يعني كده؟ هو بصراحه الوصفات الهنديه اللي هو مثلا تكه الدجاج والخبز البني. الاكل الهندي اه تعرف تعمليه؟ والمطبخ السعودي برضو بحب قوي. لا حصر له. المطبخ السعودي والمطبخ الهندي والمطبخ برضو الايطالي، بحب حاجات وصفات كتير منه. طب شاطره والله، تنوع تنوع ده جميل جميل. طب يا دكتور احنا عايزين بقى نتكلم، حضرتك بتعرفي تعملي اكل ايه في المطبخ؟ انا بصي انا بحب الطبخ غير المكرونه يعني. غير المكرونه يعني كل الستات بتعرف تعمل مكرونه بالظبط. لا مش كله بقى، مش كله. انا عايزين الاكل الصحي بقى بتاع الاولاد. المكرونات بصراحه بتبقى يعني مميزه، انا ما كنتش اعرف يعني عشان درست في ايطاليا، فكان كل اكلي تقريبا الباستا والرافيولي والحاجات اللي بالسمنه يعني اكل هيلثي. اه لا هيلثي. طب هل الولاد بقى طلعوا يعني كده هيلثي؟ حضرتك كنت بقول حكايه على ذكر موضوع الثقافه وان احنا نطلعهم عندهم الثقافه دي وكده. الولاد لما بيجوا معايا السوبر ماركت وبيقعدوا كده في العربيه، هم حفظوا الحاجات مع الوقت اللي انت بتجيبيها اللي بتيجي البيت. خلاص عينيهم ما بقتش بتروح للحاجات التانية. يعني يقول ماما نسيتي كذا نسيتي كذا، اتعودوا ان هم يعرفوا الفرق بين النعناع والروزماري، الخس والجرجير. طب ليه ما تجيبيش كابوتشا يا ماما؟ بتجيبي الخس ليه؟ البلدي عشان افيد، عشان الزيوت بتاعته افيد. هم بيكبروا بقى على الحاجات دي بيتعودوا عليه. الدارك شوكليت بدل الشوكليت اللي باللبن. والشوكليت البيضة ما هي تعود. يعني لما جربوا الدارك شوكليت معايا مره واثنين وثلاثه بقوا بيختاروها. خلاص بقت بقى نسبه كاكاو، بدانا ب 70 ووصلنا ل 85 90، فبدانا بقى ناخد الحاجات دي كلها. المطبخ انا بحب ادخل ولادي معايا المطبخ في الحاجات اللي هم رافضينها. يعني ابني يعني زي ايه يا دكتور؟ ابني عنده مشكله كنت حزينه جدا. ان هو ان اول ابن ليا وما بياكلش افيد حاجه قيمتها الحيويه عاليه جدا بالبروتين البيض، فيمين شمال مش راضي خالص. فلما بقى اساتذتي طبعا نصحوني، اللي انا اتدربت على ايديهم يعني، نصحوني ان انا
ادخله معايا المطبخ. فبقيت اقول يا حبيبي نحط كمون، طب نحط فلفل، نحط بابريكا، مش عارف ايه. ابتدى بقى يعك معايا شويه كده في الاول لحد ما وصل لحاجه كويسه وبدا بقى ياكله. فاكتشفت ان هو لما بيشارك في تحضير الاكل بيبدع فيه كده، فبيحس بادد فاليو او بقيمه مضافه فبياكله او بيبقى يطلبه كمان. التنوع كمان والتجديد وكسر الروتين ده مهم جدا. طيب. يعني اعمله مره بالخضار، احط مره على البيض نعناع، نعناع فريش وزيتون اسود، يعني وصفات كده جديده ومختلفه وداخل فيها مواد غذائيه كتير فايدتها هحس بيها بعدين. طب كويس. طب ايه الاكل الهيلثي اللي هم بياكلوه اللي انت بتعمله لهم؟ احنا عندنا الخضار واللي حابينه مش بياكلوه كده متضررين يعني. متضررين. لا، الخضار والفاكهه عندنا عاملين كده زي البومبو والفشار في اي بيت يعني. حلو. كويس ده اتعودت. خلاص يعني انا كل فتره كده بسبب وبدون سبب اقطع شويه فراوله، اقطع شويه جزر وخيار، لما بيشوفوني باكل الحاجات دي قدامهم ماما وباباهم بيبقوا رايحين جايين عليها. طب كويس. يعني هم بيقلدوا بقى وكده. المكسرات طبعا فوائدها في الامتحانات زيوت مهمه جدا لكل الوظائف الادراكيه والذهنيه. دينا انا شايفاك احنا دخلنا على على الاكله الثانيه. ايوه. طب احنا ممكن نعرف الاكله الثانيه ايه بقى؟ نجريسكو. هنا انا حطيت الميه على نار لحد ما غليت وحطيت فيها معلقه من الملح وشويه من الزيت بس. وهنا بقى في الطاسه هبدا ان انا اعمل الخلطه بتاعه الفراخ اللي هحشي بيها النجريسكو. تمام. قولي لي دينا ايه الاكل الصحي اللي انت تقدري تعمليه وفي نفس الوقت انت بتستخدمي الزيوت وانت عارفه ان الزيوت دي برضو ليها اضرار على الانسان؟ ايه الاكلات الصحيه اللي انت بتعمليها؟ في بصراحه كنت بحب قوي اعمل حاجه اسمها شبوره. شبوره او خبز كده بيتعمل بنخاله الدقيق برضو زي ما الدكتوره قالت. وبيتحط عليه بيض برضو نفس مكونات الكيك بالظبط، بس بدل الدقيق الابيض اللي هو القمح الكامل. تمام. مفيد جدا. وفي كمان الخبز المشبع، وفي برضو في بلدي المشبع ده حلو قوي. في ناس بيدخلوا فيه تمر كمان. الشوفان كمان. في شوفان برضو، وفي كوكيز بالشوفان. انا بحبه حلو جدا. انا بحب الكوكيز بالشوفان. كوكيز بالشوفان تحفه. يعني في اكلات كتير جدا فيها الشوفان وفيها بديل للدقيق الابيض. طب ايه الاكلات المصريه اللي انت بتعمليها وانت عارفه ان هي دي مغذيه وفي نفس الوقت مش مضره؟ بصراحه احنا اكلنا كمصريين كله دسم. يعني كله مش دسم. بس والله طب ما بالكويت اكيله جدا والسعوديه. أيوة. بيحبوا الاكل ده. السعوديه والكويت كل الاكل دسم جدا. الكبسه معتمد على الرز اعتماد كلي. ما احنا لو اتحكمنا في الكميه والله هتبقى ما فيش مشاكل اصلا. هو ممكن بدل المحشي ما يتعمل فيه رز كتير ممكن يزود فيه خضره كتير. والطماطم برده تتقطع وتحط ني في ني. ممكن والفلفل. نبتدي نعتمد على الفريك اكتر من الرز كمان. أيوه. الفريك مشبع اكتر وحلو وفوائده برده كتير. طب دكتور بمناسبه المحشي، بما ان احنا المصريين بيحبوا المحشي والكشري والحاجات دي، فدايما دايما بيقولوا المحشي لا دايما بيقولوا ان المحشي والكشري والحاجات دي بتتخن. يعني ايه اللي ممكن ان احنا ناكل المحشي بس كمياته قد ايه؟ او مش هنقول كميات لان احنا مش هنقدر نحكم نفسنا بالظبط. يعني ازاي ناكله وفي نفس الوقت ما نتخنش؟ وهل هو بيتخن ولا ما بيتخنش؟ بصي، هو مفيش حاجه بتتخن وحاجه بتخسس. يعني ولا الاناناس بالمش عارف ايه بيخلي الوسط قد كده، ولا المحشي والكشري والحاجات دي هي السبب الرئيسي في التخن. لا، انا طبعا ممكن ابقى ما باكلش في حياتي غير لحمه وفراخ وابعد عن النشويات وكده واتخن برضه. ايوه، في ناس عندها نسبه الحرق ضعيفه جدا، يعني ممكن ما بتاكلش. مالهاش علاقه بتاكل كل النشويات دي. الفكره ان هو بيحرم الجسم من حاجه الجسم بيخزنها بعد كده. تمام. الفكره كلها انا معدتي ليها ساعه معينه. حلو جميل. انا لو بدات مثلا بالسلطه اللي بيتجمع فيها الياف وميه عشان بتاخد حجم معين في المعده فبتسد جزء معين. بعد كده بعد كده هاخد مثلا شوربه او هبدا بالشوربه ابطن معدتي لو انا مثلا صايم او حاجه. بالظبط. وهاخد السلطه طبق محترم كده او طبق سوتيه وهستنى بس دقيقه واحده وهبتدي اكل المين كورس او الوجبه الرئيسيه بتاعتي. ما هي دكتور في ناس لما بتيجي تفصل في بين يعني في الاكل كده ممكن بتشبع فنفسها. طب ما هو ده الهدف. ما هو انا باكل عشان اشبع ولا باكل لحد ما اتعب؟ يعني انا مش عايزين نحكمهم ان احنا نقوم من على الاكل ونرجع تاني ناكل. ما حد يعني ناكله بس على فترات. يعني بلاش الجسم يستوعب كميه كبيره قوي قوي من السعرات الحراريه في وجبه واحده. قسمها. على فكره انا ما عنديش مانع ان انا اكل طول اليوم محشي. يعني انا كواحده ما عنديش مشكله والله اكل طول اليوم محشي، بس هقسمه 70 70 يعني هقسمه. لا والله باكل مثلا من 7 ل 10 صوابع مثلا ولا حاجه.
لو يعني انت بتاكلي محشي يا دكتور؟ يعني انا باكل كل حاجه، كل حاجه تتخيليها باكلها. طب دكتور حضرتك ما بتتخنيش؟ بصي انا بتحرك كتير تمام، انا خدت على الحركه من صغري كويس يعني نسبه الحرق عاليه يعني يعني كان معايا فرقه كاراتيه ولاد تحت 14 سنه قبل ما اتجوز وكده، فلا حد رياضي الحمد لله بطبيعه الحال، حبيتها خلاص تمام. انا كمان براقب نفسي من وقت للتاني يعني حبيت قوي اراقب نفسي، لما لقيت نفسي في حملي الاولاني زدت قوي زياده عن اللزوم، خدت بالي جدا من نفسي في الحمل التاني خلاص بقى، كان الواحد بقى ابتدى بقى يدرس ويفهم وخلاص ويمارس المهنه كمان، فعرف الخبايا بتاعتها وعرف ازاي يضحك على كلمه الجسم. بس يا دكتور انا ما اقدرش احكم على زياده الوزن اثناء فتره الحمل للست، لان دي بتبقى فتره مؤقته والست بترجع تاني لحجمها الطبيعي او للوزن الطبيعي بتاعها، وهي في بيبي مسؤول منها. تعرفي حضرتك ان 90% من حالات الاكتئاب ما بعد الحمل بتبقى بسبب الوزن الزياده؟ لان في ستات ما بتستحملش، هي ما بترجعش، ما بقاش عندها اراده ان هي ترجع لوزنها الطبيعي تاني. بالظبط، اعرف ناس من زياده الوزن كمان الرحم ضغط على النخاع الشوكي بقوا يتحركوا باخر شهر، اخر اسبوعين من الحمل على كرسي بعجل من كتر ما الحركه صعبه. صح. الم في المفاصل، الام في الظهر، خطوره كمان على الام، في حاجه عندنا اسمها جاستيشنال دايابيتس ده اللي هو السكر الحمل. السكر اللي بيجي للام في اثناء الحمل، في ستات بتجي لها سكر حمل والبيبي فترة كمان الحمل. بيبقى في خطوره ان هو يتولد بالسكر او ان هو يجيله سكر بعد كده، بيبقى حتى بيسموه بيج بيبي، بيتولد حجمه كبير قوي 5 6 كيلو مثلا او حاجه، فلازم طبعا نراقب نفسنا حتى اثناء الحمل. نعرف كويس قوي ان الحمل متقسم 3 مراحل، اول مرحله ما فيش اي زياده في السعرات الحراريه في يومي. كل المطلوب من حضرتك انك تاخدي كل وجباتك، ما تعمليش سكيب او ما تتخطيش ولا وجبه. طب دكتور احنا نروح لدينا بس نشوفها عشان انا شايفاها حاطه توابل وحاجات عشان الريحه كلها. ايه دينا؟ طب شاركينا معاك يا دينا. انا دلوقتي حطيت شويه، حطينا ده ليه فراخ بانيه صح كده؟ ايوه مقطعاها شرايح زي الشاورما، يعني اعرض من الشاورما حاجات بسيطه تمام. وحطيت دلوقتي انا حاطه قبل ماده دهنيه معلقه زيت ومعلقه من الزبده، وحطيت بقى الفراخ تاخد صدمه بس مع التوابل، وبعدين هنزل يعني عليها بتشوحيها مع التوابل والزيت ومعلقه الزيت وبعدين هنزل عليها بقى بالبصل والفلفل الالوان. دكتور فايده بقى الفلفل الالوان ده حبيبي، يعني احنا كنا لسه برضو في الفقره الاولانيه كنا بنتكلم عن فوائد الفلفل الالوان تمام، وعايزين نتكلم عن فوائد طبق السلطه. نتكلم عن كل عنصر من عناصر طبق السلطه تمام. الفلفل الالوان مبدئيا كده اول حاجه هنتكلم فيها نسبه الميه اللي فيه تقريبا اكتر من 92%، فانا كده كاني باكل الميه بتاعتي، يعني الحاجات دي رطبه يعني جدا، ده بيعوض الناس اللي ما تشربش ميه كتير. وبيبقى مهم كمان جدا لترطيب الخلايا في حاله الصيام، الايام اللي احنا بنبقى فيها حرانين جدا، الناس اللي بتصوم اثنين وخميس بيبقى كويس قوي قوي ليهم في السحور، هو والخيار والحاجات دي يعني نسبه الميه فيه ممتازه. يعني ده بالنسبه للشخص ده حاجه مرطبه ان هو لازم ياخدها، وبيعوض نسبه الميه اللي بيفقدها الجسم اللي لو حتى الشخص ما بيشربش ميه كتير. حلو جدا صح كده. جميل. الالوان بقى دي صبغات، صبغات مفيده جدا للجسم، هو مليان بالمضادات الاكسده اللي بقى بتحارب الجذور الحره والسرطانات والاورام والحاجات دي كلها. الله اكبر. نسبه فيتامين سي فيه اعلى من البرتقان واعلى من اليوسفندي واعلى من الجوافه. فلفل الالوان بالذات يعني. طب يعني ليه فوائد كتيره قوي يا دكتور؟ جدا، مع ان في ناس كتير ما بتهتمش بيه. يعني الناس تقول لك انا باكل السلطه باكل الخيار والطماطم والجرجير والخس والبقدونس، هذه النمطيه اللي لكن ده الروتين، الروتين في الاكل ده المنيو. المنيو اللي بختار منه السلطه بتاعتي هيبقى فيها ايه والاكل هيبقى فيه ده المنيو، كتروا من المنيو بتاعكم، خلوا المنيو بتاعكم ملوش حدود. التنوع برضه علشان الواحد ما يزهقش كمان من الروتين بتاع كل يوم. جدا، ده ممتاز كمان، مصدر ممتاز جدا لفيتامين اي، الناس اللي عندها مشاكل في بشرتها وفي شعرها والجلد والكلام ده ممتاز جدا، وفيتامين اي كمان، وفيتامين اي وفيتامين سي الاثنين من اقوى مضادات الاكسده. فانا باخد اثنين في واحد، انا بحارب الامراض وبكافحها وفي نفس الوقت ان انا ما باخدش اي ادويه، انا باخدها من الطبيعه وقايه. ما هي دي بقى الحاجات اللي بنسميها نقوي بيها جهاز المناعه اللي هي الاغذيه الوظيفيه. ايه هي الاغذيه الوظيفيه؟ هي الاغذيه اللي زي البصل الحلو اللي لسه حاطاه شيف دينا، البصل الاحمر الحلو ده. ايه شيف دينا؟ طيب قولي لنا ده جميل جدا. اي حاجه. انت حطيتي البصل بقى ليه؟ البصل بقى عشان يبدا يدبل وينزل السكر بتاعته مع الحاجه يبقى جوسي. البصل ده اللي بيفرقه عن البصل العادي ده لو بقى في السلطه، احنا بنسميه بصل السلطه لانه مسكر شويه عن البصل العادي، يعني ما فيهوش الحده بتاعت الطعم. في ناس بتحط البصل الاخضر على السلطه يا دكتور. جميل برده ده. حلو يعني بتقول لك ده اخف من ان انا احط الاحمر، لان الاحمر بيبقى
طبعا حامي شويه. طبعا ده في ناس تاخد البصل الاخضر مع طبق الفول بالليمون تلاقي البرد من قبل ما تظهر اعراضه نازل يجري منهم. اه طبعا خلاص ما هو خد المناعه بتاعته. المشكله ان الاولاد الصغيرين ما بيحبوش البصل بقى. اه فعلا يعني بيفضلوا ينقوه كده من الاكل. فعلا انا يعني الولاد دايما يشيلوا البصل من الاكل. حتى ولادي في البيت بفرم لهم البصل معاهم. دي بقى ميزه الكفته بقى. طب انت ما حبيتيش الحاجات اللي هم مش عايزين ياخدوها؟ بياكلوه ني لكن ني يعني ممكن ياكلوه مع فول مع طعميه مع ورنجه والحاجات دي. بياكلوا الفسيخ والرنجه؟ طب والله كويس. في اطفال كتير ما بياكلوش لكن البصل كده يعني مستوي وطري ما يحبوش في الاكل. يعني يا ريت الناس كلها ما تاكلش فسيخ تاكل رنجه بس. طب ليه يا دكتور؟ ما هي زي ما كنا بنقول كل مره قبل موسم شم النسيم كده لازم نطلع نقول يا جماعه. بس الناس بتاكله يا دكتور وما بيحصلهاش حاجه. ده يعني ده ما ده الا من رحم ربي ده يعني. أيوة. عشان ربنا يعني يسلم. انا ما بحبوش. انا ما بحبوش. لكن ما هو المشكله في الفسيخ ايه؟ هو اصلا الفسيخ ده مش اسم السمكه. ده اسم السمكه ده هي السمكه بوري مسكينه عاديه جدا. ايوه. الفسيخ ده اسم العمليه اللي تمت عليها. ما هو الفسيخ جاي من التفسخ والتفسخ في المعجم العربي هو الترمم. فاحنا بناكل حاجه مترممه ومتحلله يعني بلاش صعبه. بتنمو بقى فيها بكتيريا للاسف هي بكتيريا لا هوائيه. يعني الناس اللي بتعمله في البيت وبتكتمه كويس جدا وبتقفله وبتحطه في حته ضلمه وفي بكتيريا لا هوائيه بتنشط في في النوع ده من في العمليه دي اسمها الكولستريديوم بوتولينيوم. لو تركزي في اسمها يا استاذه شيرين هتلاقيها بوتولينيوم جايه من بوتكس. ايوه اللي بيحقنوا بيه. طب ما هو طب ما ليه فوائد يا دكتوره. ايوه بوتكس عشان يشل العصب. طب ما هو لو حصل عدوى بيه انا نفسي هتشل. طب ليه؟ طب يا دكتور يعني هو مضر جدا للدرجه دي؟ اه حقيقه لان هو بس كل الناس بتحبه ما بيتلحقش. واخدينه وراثه عن الفراعنه. مشهوره دوراث مشهوره دوراث عن الفراعنه. لا التخييل حاجه والفسيخ حاجه ثانيه. طب انا يعني هفاجئك. مش نفس الطريقه؟ انا بحب الفسيخ. ما طب انا اعمل ايه؟ انا بحب الفسيخ وبعد خدي بالك. طب خدي بالك بس ابقى عملت اللي عليا. يعني التفسيخ ده التفسخ ده ده يوصل يبقى فسيخ. ده اسم العمليه اللي تمت على السمكه البوري العاديه. انما السمك الرنجه ده معروف ده هو بيتعمل رنجه. طب والتخليل معتمد دوليا. والتخليل بقى اه دي مخلله تمام عند تركيز معين من الملح بتتخلل وبتبقى طريه وكل الكلام ده. انما الفسيخ لا ده تحلل مش يعني ده تفسخ. طب يا جماعه يعني عشان شم النسيم جاي قريب ان شاء الله فالفسيخ مدار. ما حدش ياكل فسيخ وانا مش هاكل فسيخ. ومعانا طبعا ناس كتير. اه طبعا ناس كتير تزعل من الدكتوره. ومعايا زملاء كتير في الكنترول طبعا بياكلوا فسيخ مش هقول اساميهم. بس يا جماعه ما تاكلوش فسيخ خالص عشان وحش. نرجع بقى للفلفل الالوان حطيناه على الفراخ. وهنشوحهم برده مع بعض مع البصل والفلفل والتوابل. ايوه ياخدوا تيست من بعض كلهم. وبعدين بعد كده هبدا بقى ان انا اعمل بشاميل بس اصفي المكرونه. تمام. طب دكتور انا عايزه اتكلم عن بقى مرضى السكر. الناس اللي عندها مرض السكر وفي نفس الوقت عايزين نعمل لهم تغذيه سليمه. تمام. ننصحهم بايه او ياكلوا ايه؟ السكر نوعين. انت عارفه مرض السكر كمان بياكل في عظم الانسان. اه فلا هيقدر ياكل قوي ولا هيقدر يعني يمنع نفسه. ان في ناس ما عندهاش اراده ان هي بيوصلوا لمرحله ان هم بياخدوا ادويه وحقن وكده. فاحنا عايزين يعني نضيف لهم حاجه او نقول لهم يعملوا ايه. تمام. هو مرض السكر من النوع الثاني اللي هو بيبقى انسولين ريزيستنس اللي هو بيبقى مقاوم للانسولين. يعني حاجه من الاثنين. اما ان الانسولين مش قادر يدخل الخلايا بيفرز فعلا او ان هو بيفرز بكميه بس قليله قوي. يعني الجسم بيقاوم الانسولين مش قادر الخليه مش قادره تتعرف على الانسولين ليها كمفتاح يفتح ويدخل الجلوكوز. تمام. هو السكر بتاعنا يعني. تمام. او اللي هو ابسط صوره لهضم النشويات والسكريات. تمام. الجلوكوز هو غذاء الخليه. المفروض الانسولين هو المفتاح بتاعها. فبيبقى في مشكله ليه السمنه هي بتاخد اكبر نصيب. يعني السمنه يعني السمنه وغالبا بتبقى في محيط البطن كده. اكيد اكيد. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. في ناس رفيعه ومريضه بالسكر. اه ده ممكن الناس يعني ما لهاش علاقه بالسمنه. لا ما هو نوعين. في تايب 1 الجوفينايل. ده اللي هو بيبقى انسولين ديبندنت. ده لازم ياخد انسولين لان خلايا بيتا في البنكرياس المسؤوله عن افراز الانسولين اصلا ما بتفرزش. اتدمرت بالكامل يعني جهاز المناعه دمرها. تمام. فده لازم ياخد انسولين. بالنسبه بقى لمرضى السكر اللي لسه في الاول اللي السمنه سببت لهم اضطراب في مستويات السكر في دمهم. دول ممكن يعملوا ايه؟ دول بالاكل التظبيط الاكل بتاعهم وبالرياضه. مش رياضه لازم جيم لا. اي حركه كانت يمشوا بس. لو انا ساكن في السابع اخد الاسانسير للثالث واطلع اربعه. يعني ابسط واسهل
طرق للحركه سواء كانت مباشره او غير مباشره. تمام تمام. ممكن ما ياخدوش ادويه خالص. نسب السكر في دمهم تتظبط جدا جدا. بايه؟ زيت الزيتون حلوه جدا. دكتور من الدكاتره الكبار اتكلم في اكتر من مؤتمر طبي كبير على مستوى العالم عن فوائد زيت الزيتون على الريق. وفوائد زيت الزيتون 3 معالق في اليوم. بس يا دكتور عريق صعب شويه. صعب الناس وفي ناس بتتحمله يعني. في ناس عادي ما عندهاش مشكله فيه. تمام. البصل اللي احنا لسه حاطينه اللي هو البصل الاحمر ده فيه مركبات بتعمل نفس عمل الانسولين. تمام. بتنبه الجسم للانسولين. احنا قلنا في مقاومه للانسولين بالزبط. هي بتنبه الجسم للانسولين، بتزود من حساسيه الجسم للانسولين. تمام. البصل اللي من النوع ده جميل جدا. طب والثوم؟ يعني في ناس تقول لك خدي فصين ثوم على الريق. في ناس ما بتقدرش تعمل كده. بالظبط. في ناس ما بتقدرش فعلا، وهو يعني بلاش لانه برده جدار المعده ممكن ما يستحملش. بالظبط. يعني يستحسن ان احنا ناخده في الاكل في وسط اليوم او في وسط الاكلات. بالظبط. زي ما قلنا الناس دي لو ظبطت اكلها واتحركت بنسبة 90% اكتر من 90% مش هياخدوا ادوية ومش هيكملوا بمرض السكر ده. يعني هيعالجوا نفسهم بنفسهم. بالظبط. عن طريق الغذاء. نعتمد على ايه بقى؟ نعتمد على النشويات المعقدة. البطاطا، البطاطس المهروسة، الفريك بدل الرز زي ما قلنا من شوية. الرز البني، بس في بعض الناس ما بتستحملوش لانه اليافه بتبقى ناشفه شويه وطعمه مش مستصاغ لبعض الناس اللي متعوده على الرز الابيض والرز البسمتي. الحاجات دي هتساعدهم جدا. ناخد الفاكهه في صورتها الكامله. في مكرونه بني على فكره. والمكرونه البني برده. بس تعمل بقى شويه اضطرابات هضميه لان في حمض اسمه حمض الفايتيك ده بيحبس كده شويه معادن وفيتامينات في الجسم. يعني ما احنا برده يا دكتور عايزين نعالج حاجه ما نضرش بقى القولون. بالظبط. يعني في ناس عندها في ناس ما عندهم القولون عصبي، وفي ناس عندها القولون بسبب اكلات معينه السبايسي، الحاجات المسبكات. بالظبط. فبالظبط. فاحنا مش عايزين نضر حاجه ونعالج حاجه ثانيه. لا، ما هي بتبقى برده ضمن الحاجات اللي هو متعود عليها. يعني الحاجات اللي هي برده جوه الاطار بتاع اكله العادي. تمام. نوقف المخبوزات ونوقف السكريات قدر الامكان لانها بترفع سكر الدم بسرعه جدا. احنا عايزين الحاجات اللي الجسم بياخد وقت في هضمها. بياخد وقت في تكسيرها. طول الفتره دي انا شبعان وفي نفس الوقت الانسولين بينزل في اقل مستوياته. تمام. طب دكتور في هل في اعشاب معينه بيشربوها الحاجات اللي هي السخنه ليها تاثير ان هي تحافظ على نسبه السكر او تقللها؟ طبعا احنا عندنا يعني الشمر والكراويه والحاجات دي كلها كويسه جدا. الزنجبيل والشاي الاخضر حاجات برده ممتازه. الحاجات الخضروات في صورتها الكامله. الفاكهه في صورتها الكامله. بس نبعد عن البلح والبطيخ ويعني عشان ده بيعلي كوليسترول. هو المؤشر الجلايسيمي بيعلي السكر. يعني ايه الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي؟ هو سرعه اطلاق السكر في الدم. لازم ان هي تكون ابطا حاجه يعني اقل من 50. فعندنا التفاح حلو جدا، الموز حلو جدا، الكمثرى. الحاجات دي كلها ممتازه. كل الخضروات. وفي الكيوي كمان بيقولوا ده ليه فوائد يا دكتور ولا ملوش؟ لا، الكيوي طبعا ليه فوائد. يعني في ناس تقعد تاكل فيه كتير اقول لهم لا ده فيه ليه فوائد للجسم. ايه فوائده بقى؟ هو فوائده في الجسم، هو غني جدا بالبوتاسيوم. فلو انا مثلا عندي سكر وخايف من ارتفاع ضغط الدم، عندي مصدر بوتاسيوم حلو جدا يطرد لي الصوديوم اللي موجود لانهم بيتناسبوا مع بعض عكسيا في الجسم. فزيه زي الموز كده، مفيد جدا للتركيز، غني جدا بالمضادات الاكسده اللي قلنا عليها، غني جدا برده بفيتامين اي. يعني هو مليان اي حاجه ربنا خلقها في صورتها الطبيعيه كده من غير ما مغذيه، من غير ما نحط التاتش بتاعنا. مغذيه جدا ومفيده جدا. بالنسبه لمرضى السكر بس يبعدوا عن العصاير. علشان انا مش عايز اوفر على الجسم خطوه. لا. صح. انا مش عايز اديله حاجه مهضومه جاهزه. انا عايز الجسم أنا عايز يتعب في صعوبة في الهضم حاجه. بالظبط. عشان الانسولين يبقى في اقل مستوياته. لكن عصير ده يعني ماده مهضومه تقريبا جاهزه هتخش على الخلايا على طول. صح. هوب البنكرياس يروح يفرز انسولين كتير كتير علشان يقدر يجري ورا الجلوكوز ده ويدخله الخلايا. فاحنا مش عايزين نعمل كده. مش عايزين نرجع نحافظ على مستويات انسولين مستقره. طيب انا شايفاها كتير كده. يا دودو بتعملي ايه يا دودو؟ انا دلوقتي بعمل يا دودو احنا هنبتدي نجوع. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بعمل البشاميل. حطيت 4 معالق. طبعا انا بحب استخدم اللي هي بصراحه السمنه البلدي. فانا حطيت دلوقتي 2 معلقة من السمنه البلدي ومعلقتين من الزيت فيما يعادل يعني
اربع معالق. يعني عملت توازن بين ال وبرده نفس القصه اربع معالق من الدقيق. معلش بقى يا دكتور، ده لا تمام، ده غير الهضم بشويه صلصه. هو احنا دلوقتي الموضوع مش صحي خالص يا دينا اللي انت عاملاه ده. هنعمل ايه؟ طب غير كده بيتخن. طب كنت خليك خلي الدسم. طيب طب اي حاجه يعني نقطه دسم كفايه. ده في قشطه والله في كمان قشطه كمان. لا ده يعني بقى في حلقه النحافه ان شاء الله نبقى دي حلقه النحافه. طب دكتور احنا بقى بمناسبه النحافه والسم، في نظام دايت اسمه الكيتو دايت. في ناس بتقول يعني ايه اشاعات بتقول ان هو كويس، وفي ناس بتقول ان هو مش كويس، يعني مفيد ومش مفيد. الكيتو ده له قيمات ولا حاجه ثانيه؟ ما احنا هنعرف من الدكتور دلوقتي اهو يعني. طب ناخد كلام، مش كلام الناس بقى، ناخد كلام الناس اللي ناخد بقى ايه الشقيانه بالظبط اللي طالعين بكلام الناس علمي. بقى اللي قالوا بالظبط ناخد بالزبط. العلم بقى ما ناخدش ان هو ده حلو ولا وحش. الكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت ده حميه غذائيه تم تصميمها اصلا لعلاج مرضى الصرع، اطفال مرضى الصرع. مرضى الصرع بالظبط. ده بيبقى هدفه تقليل الحمل من على المخ شويه، فبنديله 80% دهون، 5% بس نشويات، و15% من البروتين. تمام. فهو حميه غذائيه عاليه جدا بالدهون. انت قول عليه كويس لما يكون في حاله صحيه معينه تستدعي ده، هو كده يبقى كويس. تمام. ولما يتعمل زي ما اتقال يعني الروتيشن بتاعه المظبوط، الدوره بتاعته المظبوطه، 5 ايام حميه كيتونيه او كيتوجينيك دايت، ويومين اسمهم كارب لودنج، بحمل كربوهيدرات على الجسم. تمام. بعوض اللي انا ما خدتوش الايام اللي فاتت دي. تمام. اللي بيحصل بقى ولازم كمان يكون 5% نشويات. لما لقوا ان هو ليه فضل في انقاص الوزن ابتدوا يتابعوه بقى كدايت وكحميه غذائيه لانقاص الوزن. تمام. مش بس كمان كما اقول زي لا لا انا لازم احط تاتش كمان عليه. ما انا عايزه اقول ايوه بالظبط. رحنا بقى عشان نجيب نتائج افضل شيلنا نشويات خالص. خالص بقى. ما دمرنا بيولوجي الجسم. ما احنا لازم نحط التاتش. ما اكيد. طب ليه ما خدناهوش زي ما هو؟ بالظبط عشان احنا بنحب نغير. هو كده يعني الفكره على ما بتوصل من هناك لهنا بيتحط عليها حاجات كتير تقريبا يعني. لكن الابحاث اثبتت ان هو مفيد مش مضر. هو مفيد للناس بس دول. ما ينفعش كمان يبقى لايف ستايل. ما ينفعش يبقى نظام حياه. كيمه الجسم الطبيعيه الالهيه اللي ربنا خلقها ان انا بعتمد بنزين جسمي هو الجلوكوز، الجلوكوز اللي جاي من تكسير النشويات. فبالتالي من 50 ل 60% من استهلاكي اليومي لازم يكون جاي من النشويات. تمام. تمام. الفكره كلها في الكيتوجينيك دايت ايه؟ هو ان هو بيغير كيمياء الجسم. بدل ما بعتمد على النشويات كمصدر للطاقه واطلع منها جلوكوز، بعتمد على الدهون وبطلع حاجه اسمها كيتونز. كيتونات. تمام. دي بيبقى ليها اضرار كتيره جدا، وبتبوظ كمان الكوليسترول في الجسم اللي هو الكوليسترول اللي جاي في الكوليسترول الضار، الفرق ما بين ال دي ال والاتش دي ال. ايه الفرق يا دكتور؟ الفرق ان الكوليسترول الجيد هو الاتش دي ال الهاي دنسيتي، لان الخلايا بتكون شايله بروتين اكتر من دهون فبتبقى هاي دنسيتي. اما اللو دنسيتي لايبو بروتين الكوليسترول السيء هو ان الخلايا بتبقى شايله دهون اكتر بروتين اقل، فبيبقى اسمه لو دنسيتي لايبو بروتين. هو ده ال دي ال اللي احنا عايزينه. طب التوازن بقى يا دكتور؟ التوازن الخضروات الكتير، المشي، الفاكهه، البعد عن الدهون المشبعه والدهون المهدرجه، الدهون المتحوله اللي هي في البرجرز بقى واللي هي البطاطس النصف مطهيه دي والحاجات دي كلها اللي احنا بنجيبها عشان نوفر على نفسنا بس بندفع الثمن بعدين. بس هي بتضر. بالظبط. دينا. نعم. يلا دينا وقت الحلقه يا دينا، وبعدين احنا جعانين. احنا جوعنا الساده المشاهدين واحنا جوعنا اصلا. يعني لو شمينا ريحه هيعظمنا. كنترول كله واقف على الباب مستنيك يا دينا عشان الاكل. ان شاء الله. فاحنا عايزين ناكل قبل ما نطلع علشان ما يلحقوش ياكلوا حاجه. ماشي حاضر. طب دكتور. انا كلمه عن القولون. ايوه مشكله القولون حضرتك قلتي كلمه مهمه قوي. بالظبط. يعني انا يعني في ناس بتيجي تاكل مثلا الحاجات اللي هي بتحب السبايسي، تاكل الحاجات المسبكات، نفس الوقت القولون عندها تعبان جدا. تعمل ايه؟ بصي هو احنا طبعا يعني في ناس بتاخد ادويه قبل الاكل تقول لك انا باخد ده عشان يبطن المعده، وانا هاخد ده في وسط الاكل وانا وفي نفس الوقت مفيش اي حاجه بتتحسن، يعني بيفضل هو والله تعبان. انا لو فضلت باخد الحاجات الحاره بزياده والحاجات اللي الكود بتاعتها او الغشاء بتاعها من بره هو اللي بيتعب لي القولون وبيلهبهولي، هفضل بعاني من نفس المشكله. اول حاجه احنا لازم نهتم بشرب الميه جدا. تمام. شرب الميه مهم قوي، الخضروات الورقيه مهمه جدا جدا. القولون شكله متعرج، تشريحيا شكله متعرج. البقايا الاكل لما بتفضل جوه ما يعني بتتكنسش كده اول باول بالخضروات الورقيه او الخضروات عموما طبعا، دي بتتخمر فبتعمل بقى انتفاخات وبتعمل غازات وبتعمل مشاكل مزعجه جدا.
احنا بنبقى خايفين من ايه؟ من الشاي الكتير والقهوه الكتير، الحاجات اللي فيها كافيين كتير. كافيين كتير. والشطه والبهارات كويسه، بس مش البهارات الحاره اللي بتعمل تهيج للقولون. دي مش كويسه خالص. طبعا ده عاملين مشاكل في المريء كمان. تمام. عندنا بنخاف من ايه مثلا؟ يعني ممكن ناكل بقوليات، ممكن ناكل فول وعدس. البقوليات كمان يا دكتور برضو بتتعب القولون. لو في امكانيه هنشيل القشره ناكله عادي جدا. يعني انا مثلا لو هناكل لوبيا او الفاصوليا البيضه او الفول هنشيل القشره؟ نشيل القشره وناكله عادي جدا، ومعاه زبادي هيبقى كويس قوي قوي. بتتعب قوي في الهضم. كويس لحركه الامعاء. بتبقى في صعوبه في الهضم في الموضوع ده. لو شلنا الكود ده وخليناها مستويه شويه، يعني مستويه حبه حلوين كده، مش هتعمل اي مشاكل خالص. نداوم على الشمر، الكمون، الكراويه، اليانسون. الشاي الاخضر بقى. الشاي الاخضر، لا هو الشاي الاخضر حلو بيقولوا بيخسس. بس مش 6-7 في اليوم. لا انا بص يا دكتور، انا اعرف ناس تاكل تاكل وبعد ما تخلص اكل تقول لك شاي اخضر بقى عشان اهضم. ده عشان احساس بالذنب. طب بالنسبه للحاجات اللي اتاكلت دي كلها، يعني جسم ترجمها لشعرات، يعني ترجمها لشعرات. طب ايه؟ ما انا اكيد الشاي الاخضر ده مش هيهدم كل اللي انا اكلته ده. والله حضرتك لو قررت انك تاخد وجبه فيها اكتر من 800 سعر عشان تحرقها، ما فيش قدام حضرتك غير انك تعملي مجهود اللي طلعت 800 سعر ده. يعني حضرتك عايز تاكل 4000 سعر في اليوم، ما عنديش مانع خالص. بس اديني قصادهم بقى 3 ساعات كونتينيوس ورك اوت. اديني بقى مجهود. طب انا عايز هو الوزن عباره عن معادله يا استاذ شيرين. الطاقه اللي داخله لازم تساوي الطاقه اللي خارجه. ما قدرتش اقلل اللي داخل ازود اللي خارج. لو كترت في اللي داخل اكتر في اللي خارج عشان احافظ على البالانس ده. طب دكتور في حاجه بيقول لك ان الشاي الاحمر لما بنيجي ناكله بعد الاكل بيحرق. هو مين اللي بيقول لي؟ يعني انا بسمع الحاجات دي. قال لك مش مفيد انك تشربي شاي بعد الاكل على طول. طب الشاي الاخضر هل هو فعلا بيخسس ولا ما بيخسس؟ بيحرق ولا ما بيحرقش؟ لا بيعلي الحرق فعلا. بيعلي نسبة الحرق في الجسم. الكافيين بيعلي الحرق فعلا. الشاي الاخضر الفرق ما بينه وبين الشاي الاحمر مرحلة التخمير، ده مش متخمر. بس كده. ده يعني في صورته العادية. ده الطبيعي. بالظبط. فأوراق الشاي الاخضر دي والشاي الاخضر ده مفيد جدا وممتاز وحلو جدا، بس برضه بيخلص الجسم من كمية سوائل احنا محتاجينها. في ناس كتير يعني قوي يعني مفيد. شاي اخضر شاي طبعا مفيد وفوائده كتيره جدا جدا ومليان مركبات وفينولز مهمه جدا جدا للجسم. طيب دكتور هو بيعلي الحرق وكل حاجه، بس يعني لازم باعتدال لانه هيخرج كميه سوائل صعبه جدا من الجسم. طب احنا عايزين نشارك دينا شويه. ايه انا بجري هو عشان وقت الحلقه. يلا دينا. احنا خلصنا. احنا كده بتعملي ايه بقى يا دينا؟ دي اللي هي خليه النحل. دي خليه النحل كده. ايوه احنا هي كده اتخمرت عشان هي يعني كان فاضل لها حاجات كمان يعني شويه بس عشان وقت الحلقه بقى، فابدا ان انا اسرع في عمليه بس ان شاء الله تستوي معانا وتبقى تمام برضه. تمام. طيب دكتور حضرتك الشاي الاحمر بخطر بعد الاكل لو الوجبه فيها حديد، لان التانيك اسيد اللي موجود في الشاي هو اللي بيمنع امتصاص الحديد. غير كده لا. بس احنا عشان خاطر الناس ما بتبقاش عارفه بقى ايه اللي فيه حديد. لا ده هو الناس تاكل من هنا يقول لك الشاي بعد الوجبه بساعتين. لا ده الناس يعني بتشرب شاي على طول. او بساعه ونص. لك عايزين نحبس يعني عشان طب طيب بسرعه بقى دي. بعمل على طول وبجري والله عشان وقت الحلقه، ما لازم ادوق الاكل ده قبل ما اختم الحلقه. يعني حاضر. طيب دكتور انا عايزه اتكلم عن الايه، انا كنت عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا بس هي عشان التوم. لا ما انا التوم قلنا ان هو في ناس بتقول ان هو جدا بيقولوا هو صحي بيظبط الضغط. هو صحي بالنسبه للضغط بس وليه انا كنت عايزه اتكلم عن فيتامين دي. احنا الشعب المصري كله عنده نقص في فيتامين دي. ما كانش عنده تحت خالص يبقى بوردر لاين. بالظبط 20 بالظبط. فاحنا عايزين نعرف ايه الاكلات اللي مغذيه كلها فيتامين دي. بصي هو الفيتامين دي ده مهم جدا، بس هو لازم يكون فيه شكله النشط في الجسم عشان يمتصه. يعني فيتامين دي ده ما بيبقاش خش ده كده ده فيتامين دي وخلاص، لا ده فيتامين دي ثلاثه يعني لازم يبقى تحول لدي ثلاثه. الكبد، اشعه الشمس، الطحال، الحاجات دي هي اللي بتحوله شكله النشط. والله في حلول حلوه جدا وامنه جدا كمان للصغيرين وللكبار، ان احنا نبتدي ناخد الجرعه الوقائيه بتاعتنا اللي هو المكمل الغذائي اللي بيكون فيه كبسوله. المفروض الجرعه الوقائيه 5000 وحده دوليه يعني 5000 IU. تمام. دي بتبتدي لو مثلا لقيناه 10000 بناخد واحده كل يومين يعني يوم او يوم، لا لو 5000 بناخد واحده كل يوم، لو 50000 بناخد واحده في الاسبوع. يعني احنا يعني بنلجا برضو للتابلت. لازم الاثنين. لازم الاثنين، توازن بين الاكل وبين التابلت. مهم في النمو، مهم في الحرق،
مهم في عمل الكبد، مهم جدا لحياه وظائف الكبد. اه بالظبط، دراسات كتيره جدا اثبتت انه شحوب البشره والعين مش دايما لازم يكون التهاب في الكبد بس، ده كمان ده نقص فيتامين دي بالاساس. بالظبط، لان هو اللي بيساعد الكبد ان هو يقوم بدوره ويخلصنا من حاجه كده اسمها البيلي روبن. البيلي روبن دي ناتج تكسير او التخلص من كرات الدم الحمراء. لما كرات الدم الحمراء بيبقى فيها مشكله وبيحصل لها بريك داون او تلف بمعدل غير طبيعي، بتنتج بقى حاجه اسمها البيلي روبن، ودي اللي بتطلع علينا بقى اللون الاصفر والشحوب. ايوه، والبقع البيضه اللي بتطلع في الوش دي. بالظبط. طبعا نكتر بقى من منتجات الالبان، ناخد بالنا جدا من الزبادي، من الحاجات زي الكبده مثلا والحاجات دي، لان الحاجات اللي بتزود كرات الدم في الجسم. بالظبط، والحاجات كمان والرمان اللي بتعزز امتصاص فيتامين دي. يعني في فيتامينات بتاثر في بعضها. دايما يقول لحضرتك ايه الشائع بتاع الكالسيوم والحديد مع بعض بيعمل مشاكل وكده. اه بالظبط. فبيقولوا والله لا، هو ده في اكلات كتيره جدا فيها الاثنين مع بعض، زي موز التفاح مثلا، العسل والطحينه بناكلهم مع بعض، دي كلها يعني ما فيهاش مشكله. يعني دايما الناس بتقلق تقول لك الكالسيوم مع الحديد لا، ده لو مكمل غذائي، لو حاجه من بره لازم يكون في فرق. لكن لو الاكل طبيعي عادي ما فيهاش مشكله، ما فيهاش اي ضرر. الجسم محب للكالسيوم قوي، مستقبلات الكالسيوم تجري على الكالسيوم وتاجل الحديد شويه، لكن ثبتت الدراسات ان هو ما بيمنعش امتصاصه تماما، بيتخلص منه، لا بياجل بس امتصاص الحديد شويه. تمام. ولو عايزين نضمن انه احنا الحديد اللي احنا خدناه يمتص، بالنسبه للناس اللي بتعاني من انيميا مثلا، انيميا الحديد بالذات، يعني في ناس بتيجي تعمل دايت بيحصل لها انيميا، فاحنا مش عايزين يحصل كده. دينا احنا فاضل لنا دقيقتين يا دينا، لو خدنا كل مجموعات لازم ناكل. عيوني لازم ناكل يا دينا، دقيقتين بالظبط وهناكل. لو خدنا كل مجموعات الغذاء مش هنعاني من اي نقص واحنا بنخس على فكره. تمام. لكن هي الفكره كلها ان انا اخد مع الحديد اللي انا خايف ان هو ما يمتصش، ده لو معايا مثلا مصدر كالسيوم، اخد معاه سورس فيتامين سي ان شاء الله، نص في الفلايه من اللي احنا خدناها دي. تمام. او عصير برتقال، عصير جوافه. فيتامين سي بيأثر جدا على الحديد وبيعزز من امتصاصه وبيخلي المستقبلات تروح له على طول. تمام، حلو جدا. خلاص يا دينا احنا كده خلصنا الخليه. اه خلاص، بس هحط على وشها دلوقتي. هنحط عليها ايه بقى؟ لا لا، هحط عليها بقى شويه من الحليب والقشطه كده على الوش. تمام. وبعدين احط السمسم وحبه البرك على طول. تمام. يعني دي مغذيه، دي فيها سعرات حراريه كتير قوي يا دكتور، صح؟ اما هو هي بقى الميزه ان هي حته كده صغيره صغنونه. ايوه، الناس دي تتاكل ايه؟ يبقى حلو. لا ناخدها كده وناخد هي كده حلوه. هي كده حلوه يا دينا، يعني احنا ممكن بقى ايه نرش عليها اللبن. شويه. نرش عليها اللبن، وهنرش عليها ايه تاني؟ قشطه. يعني لبن وقشطه. ممكن احط لكم حليب بس؟ لا يعني مش كده، يعني حلقه النحافه. دي حلوه قوي النحافه فعلا، يعني احنا بس احنا خايفين على بس على الوش كده. طيب، هي العجينه كان فيها دقيق ولبن، كان صح؟ فيها دقيق ولبن وزبادي. ايوه. وحطيتي ايه تاني؟ وحطيت سكر وخميره. سكر وخميره ودقيق وزبادي ومعلقه زبده. وهتحطي دلوقتي او هتحطي عليهم دلوقتي؟ سكر في الاول، هنحط عسل في الاخر. لا سكر بس عشان تعديلات بسيطه كده على الوصفه. احنا خلي العسل في الاخر، يعني ممكن تتعمل كده، يبقى اختياري كمان طالما حطينا في الخميره عسل. يعني ممكن تتاخد كده وبيتحط في العسل. هو بس السكر عشان بس يحرك الخميره. تمام. يعني السكر بس عشان يعمل عمليه ده حقيقي. تمام. بيخلي الخميره تنمو بسرعه. لا بس حلوه حلوه يا دينا والله، وريني كده. شكلها جميل قوي. احنا بس نوري الساده المشاهدين دي يا جماعه خليه النحل، هي كلها فيتامينز، يعني دي اللي هياكلها يا دكتور كلها كالوريز. يعني كالوريز وفيتامينز ومش هيزيد خالص، وبعدين هي مفيده للدايت. جدا صح يا دكتور. يعني طبعا انا بشكرك جدا يا دينا، كان نفسي ان انا اكل على الهوا طبعا انا ودكتور ايمان، بس احنا هناكل يعني، بس احنا هنختم الحلقه وهنيجي ناكل دلوقتي حالا. بشكر ضيفتي الجميله الشيف دينا الهادي، بشكر دكتوره ايمان عبد الله اخصائي التغذيه وسلامه الغذاء، بشكركم جدا، وبشكر كل مشاهدينا وكل زملائي في الكنترول والاستوديو، بشكركم على المتابعه واشوفكم على خير.